قدم رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يوم 13 مايو 2019 في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الحصيلة المرحلية لنصف الولاية الحكومية. في المحور الخامس لهذه الحصيلة المتعلق بتعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم، أكد العثماني أن التوجيهات الملكية السامية في الشؤون الخارجية وقضية الصحراء المغربية شكلت الأساس والموجه لعمل الحكومة، حيث واصلت الحكومة على ضوء ذلك العمل على: أولاً، تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب وخدمة قضاياه العادلة في العالم من خلال مواصلة المجهود الدبلوماسي للدفاع عن القضية الوطنية، حيث تمكنت الدبلوماسية المغربية خلال السنة الماضية من تحقيق مكاسب مهمة لهذه القضية كرسها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2414 و2440. كما واكبت الحكومة السياسة الإفريقية لجلالة الملك عبر تتبع تنفيذ المشاريع التي يتم إطلاقها والاتفاقية الموقعة خلال الزيارات الملكية لعدد من الدول الإفريقية. وعلى المستوى القاري، تكللت جهود الدبلوماسية المغربية بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي بتموقعه داخل مختلف هياكل الاتحاد. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، تبنى المغرب موقفاً مسؤولاً يرتكز على جوهرية قضية فلسطين في الشرق الأوسط، يرفض أي إجراء أحادي الجانب بخصوص القدس، وهو ما جسدته بوضوح الرسالة الملكية إلى الرئيس الأمريكي بخصوص قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وعلى مستوى تعزيز العلاقات مع الشركاء التقليديين وعقد شراكات جديدة، يواصل المغرب العمل على تعزيز شراكاته التاريخية مع دول أوروبا المتوسطية خاصة فرنسا وإسبانيا. ومن جهة أخرى، تسعى المملكة إلى تقوية الشراكة الاستراتيجية مع روسيا وترقية آلية التعاون والحوار مع المملكة المتحدة. وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يسعى المغرب إلى تنويع شركائه في الفضاء الأوروبي من خلال انفتاح أكبر على دول أوروبية أخرى. كما تمكن المغرب في إطار شراكاته مع الاتحاد الأوروبي بالرغم من التحديات المطروحة من الحفاظ على مكاسبه، وهو ما جسدته مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يدمجان الأقاليم الجنوبية في التعاملات المغربية الأوروبية. وبخصوص تكريس ريادة المغرب في التعاطي مع مختلف التحديات العابرة للحدود والقضايا الشاملة، ساهم المغرب على مستوى الهجرة في تنظيم المؤتمر الدولي للهجرة في مراكش يومي 10 و11 دجنبر 2018، والذي شهد توقيع اتفاق مقر يحتضن المغرب بموجبه المرصد الإفريقي للهجرة. ثانياً، تعزيز العناية بمغاربة العالم. سعت الحكومة إلى تطوير الخدمات القنصلية لفائدة مغاربة العالم عن طريق إعادة هيكلة التقطيع القنصلي وتأهيل المراكز القنصلية وتحسين ظروف الاستقبال. كما اهتمت بالجانب الثقافي والتربوي لهذه الفئة من خلال تعديل المرسوم الصادر في 23 دجنبر 2014 المتعلق بإحداث المراكز الثقافية وكيفية تنظيمها وتدبيرها. وفيما يتعلق بالمجال الاجتماعي، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والمبادرات، منها على سبيل المثال برنامج المخيمات الصيفية لفائدة أطفال الجالية المغربية المنحدرين من أسر معوزة، التكوين المهني والحرفي لفائدة شباب مغاربة العالم، الإدماج الدراسي للعائدين اضطرارياً من أبناء المغاربة القاطنين بالخارج، المنح الجامعية لفائدة الطلبة المعوزين من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج. وإيمانا منها بالدور التأطيري المهم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني المغربي بالخارج، عملت الحكومة على تطوير الشراكة مع هذه الجمعيات عن طريق المواكبة المباشرة لأزيد من 100 جمعية مغربية للمغاربة المقيمين بالخارج من أجل تطوير تدخلاتها في المحاور الاستراتيجية وذات الأولوية. ثالثا، تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
عملت الحكومة على تسهيل اندماج المهاجرين واللاجئين بمؤسسات التعليم النظامي عن طريق تسجيل 5545 مستفيداً برسم الموسم التربوي 2017-2018 من بينهم 2727 فتاة، مع الحرص على استفادة المهاجرين من الرعاية الصحية الأولية وفي حالة المستعجلات ومن البرامج الوطنية للصحة، حيث ارتفع عدد المستفيدين خلال سنة 2017-2018 إلى 23,000 مستفيد. كما تمت مواصلة تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين بقبول 20,000 طلب من بين 28,400 طلب تسوية، وذلك في إطار المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني بالتراب المغربي.